تقول السائلة: ما حكم استخدام قطرة العين في الصيام؟ مريض صايم وضعت قطرة ملونة في عينه ومن الفحوصات وجد أثر اللون في البلغم الخارج من حلقه، فما حكم صيامه؟ طبعا يعني العين توجد بها قناة، القناة الدمعية، وهي قناة توصل إلى الحلق، فلذلك الإنسان إذا وضع قطرة في عينه يجد غالبا طعم هذه القطرة في حلقه. فمن هنا اختلف أهل العلم في هذه القطرة، هل هي يعني مفطرة أم لا؟ والذي يظهر بأن قطرة العين لا تفطر الصائم، لأن الكمية التي تدخل إلى الحلق قليلة جدا، لا تتجاوز عادة ما يسيغه الإنسان من بقايا ماء المضمضة والاستنشاق. فإن أحدنا لو أخذ ماء ووضعه في فمه ثم مجه سيبقى في الفم شيء من الماء يدخل إلى الحلق، وهذا من نسبة طبية. هذه الكمية التي تدخل تزيد بكثير عن بقايا قطرة العين التي قد تدخل إلى الجو. الإنسان لو استنشق غسل أنفه يدخل من خلال تجاوز شيء من الماء إلى الحلق، فقطرة العين لا تزيد عن بقايا ماء المضمضة والاستنشاق، فلذلك كان القول بالترخيص فيها قول قوي. طبعا هذا من حيث الجواز، لا شك ان الاحتياط لمن استطاع ان يترك قطره العين ان يتركها، لكن لو الانسان ما استطاع ان يتركها وكان محتاجا اليها فيرخص له فيها بقدر الحاجه، والله تعالى اعلم.